بحث السابق وما يرتبط بزيارة الإمام الحسين وثواب زيارة الإمام والجزع على مصاب الإمام وكل المسائل المرتبطة بزيارة الإمام الحسين والصلاة عند الإمام الحسين عند قبره الشريف والدعاء عند قبره وأحكام كثيرة أشرنا إلى إجمالها في كامل الزيارات. هنا أضرب مثال واحد، ولعل هذا المثال موجود في الكلمات ونحن أيضا أشرنا إليه، ولكنه ليتضح معنى التاريخية وعدم ماذا؟ وعدم التاريخية. إذا يتذكر الأعزاء، هناك روايات كثيرة مرارا وتكرارا أشرنا إليها. من هذه الروايات، هذه الرواية الواردة في البحار المجلد 44 صفحة 293. هناك روايات كثيرة، أنقل لكم رواية واحدة من هذه الروايات الموجودة اللي هي هذه اللي أنا عندي فيها ملاحظات وعلامات استفهام لا ينبغي أن نتوقف مثلها عندها أو نجعلها دليلا. رواية ينقلها يقول: رأيت في بعض مؤلفات أصحابنا. هسه الآن بيني وبين الله، هذا المؤلف لمن؟ من المؤلف؟ قديم حديث؟ السند ما هو؟ خلص ما كل شيء ماكو ملاحظ، ولكنها رواية موجودة أي في البحار، أنه حكي عن السيد علي الحسيني. تلك هماتينا في المؤلفات المجهولة، ذي كم حكاية في ذلك المؤلف ماذا؟ المجهول أوله وآخره. كنت مجاورا في مشهد مولاي علي بن موسى الرضا مع جماعة من المؤمنين، فلما كان اليوم العاشر من شهر عاشوراء ابتدأ رجل من أصحابنا يقرأ مقتل الحسين عليه السلام، فوردت رواية عن الباقر أنه قال: من ذرفت عيناه على مصاب الحسين ولو مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان في المجلس معنا جاهل مركب يدعي العلم. بعد ذلك سيتضح لماذا جاهل مركب يدعي العلم. فقال: ليس هذا بصحيح، والعقل لا يعتقده، وكثر البحث بيننا وافترقنا عن ذلك المجلس. منو ده يقول؟ سيد علي الحسيني، اللي حكاية منقول عن كتاب مجهول، وهو مصر عن العناد في تكذيب الحديث، فنام ذلك الرجل. إذن الآن انتقلنا إلى عالم شنو؟ ها؟ الرؤيا. فنام ذلك الرجل تلك الليلة، فرأى في منامه كأن القيامة قد قامت، وحشر الناس في صعيد صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وقد نصبت الموازين وامتد الصراط، وإذا هو قد عطش وأسعرت النيران وزخرفت الجنان واشتد الحر، وإذا هو قد عطش عطشا شديدا وبقي يطلب الماء فلا يجده. منه هذا الجاهل المركب المدعي للعلم. فالتفت يمينا وشمالا وإذا هو بحوض عظيم الطول والعرض، قال: قلت في نفسي هذا هو الكوثر، فإذا فيه ماء أبرد من الثلج أحلى من العذب، وإذا عند الحوض رجلان وامرأة أنوارهم تشرق على الخلائق، ومع ذلك لبسهم السواد وهم باكون محزونون. إذن اللي واقفين أيضا لابسين أسود مولانا على الكوثر. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا الإمام علي المرتضى، وهذه الطاهرة فاطمة. فقلت: ما لي أراهم لابسين السواد وباكين ومحزونون؟ فقيل: أليس هذا يوم عاشوراء، يوم مقتل الحسين، فهم محزونون لأجل ذلك. قال: فدنوت إلى سيدة النساء فاطمة وقلت لها: يا بنت رسول الله إني عطشان. فنظرت إلي شزرا وقالت لي: أنت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولدي ومهجة قلبي وقرة عيني، لعن الله قاتليه وظالميه ومانعيه من شر. قال الرجل: فانتبهت من نومي فزعا مرعوبا واستغفرت الله كثيرا. إذن
هسه شوفوا اولا عزيزي، شوفوا سند الروايه مولانا، بغض النظر هسه الروايه قد عندنا روايات اخرى صحيحه السند، انا دا اتكلم عن ماذا؟ عن هذا الذي الان ايضا يقرا على بعض المنابر او بعض الفضائيات، ولكن ينقل، التفتوا لي اعزائي، ينقل، التفتوا لي، من كتاب مجهول حكايه ومستندها ماذا؟ ها؟ الرؤية. بينك وبين الله جهل في جهل في جهل، مو جهل مركب، جهل ماذا؟ جهل مكعب، لأنه لا نعرف الكتاب لمن، ولا نعرف الحكاية من حكاها، وليست الرؤية ماذا؟ حج. قلت لكم الآن أعزائي مو بصدد، لعله عندنا روايات هواي أدق وأصح وأفضل من هذه الرواية، وليس بعزيز. الله سبحانه وتعالى قد يعطي الإنسان على أقل من هذا أكثر من هذا. أنا مدى أتكلم في مضمون، أريد أقول الآن أتكلم ماذا؟ في السند مو في المضمون. هنا أكو حاشية أعزائي بودي أن الأعزة يراجعونها، وهذه الحواشي أنصح الأعزة أن يراجعوا حواشي العلامة البهبودي على بحار الأنوار، اللي هي حدودا لعله إذا اجتمعت لعله فتكراسة لا بأس بها الصير. وحاولوا أن تجدوا في آخر هاي المجلدات 110، هو في كل مجلد عدة تعليقات، بالأخير يقول محمد الباقر البهبودي، يعني تعليقات الموجودة في هذا الكتاب أو في هذا المجلد من تعليقات من؟ ها؟ من تعليقات البهبودي. يقول توهم الجهال، هذه تعليقات منه العلامة البهبودي، توهم الجهال أن لهذه الأحاديث إطلاقا يشمل كل ظرف وزمان، فأنكرها بعض أشد الإنكار، وقال لو صحت هذه الأحاديث لأتي على بنيان المذهب وقواعده إذا كانت قطرة أو ذرة من قطرة دمع كافية لمسح الذنوب، بعد لا حاجة لماذا؟ لأعمال أخرى، ولأدى إلى تعطيل الفرائض وترك الصلاة والصيام كما نرى البعض اللي يعبر عنهم الفساق والفجار يتكلون في ارتكاب السيئات والاقتحام في جرائمهم الشنيعة على ولاء الحسين ومحبته والبكاء عليه من دون أن ينتهوا عن ظلمهم وغيهم واعتسافهم. وبعض والحق، بعد أن يقول فتحاشية ثلاث صفحات أعزائي بيودي أن الأعزة اليوم يطالعون لأنه أريد أقراها يأخذ كل الوقت، والحق أن هذه الأحاديث، التفتوا جيدا، مو هذا الحديث، هذا المضمون، بين صحاح وحسان وضعاف، لا يتبادر إلى الذهن فقط هذا، بس احنا كلامنا الآن أنا أشكلت على العلامة المجلسي في هذا السند لا أنه في مضمون الرواية، مستفيضة بل متواترة لا تتطرق إليها يد الجرح والتأويل، ولكن مضمونها هل هو مطلق لكل زمان ومكان أو مضمونها مرتبط بشروط خاصة، يعني هل أن المضمون تاريخي أو غير تاريخي؟ يقول لكنها صدرت حينما كان ذكر الحسين والبكاء عليه وزيارته ورثاؤه وإنشاد الشعر فيه إنكارا للمنكر ومجاهدة في ذات الله ومحاربة مع أعداء الله بني أمية الظالم الغشوم وهدما لأساسهم وتقبيحا وتنفيرا من سيرتهم الكافرة بالقرآن والرسول. ولذلك كان الأئمة يرغبون الشيعة ماذا؟ بهذه الطريقة من البراءة من أعداء ماذا؟ من أعداء الله والقرآن وأهل البيت. يعني بعبارة أخرى أن الأئمة كانوا يجدون أن أفضل طريق لإبراز البراءة أي طريق ماذا؟ إحياء ماذا؟ ها؟
إحياء شعائر الإمام الحسين وإحياء القضية الحسينية. لماذا؟ لأنه صارت لا نموذج بل صارت معلما لمدرسة أهل البيت، بل صارت معلما للعدل الذي يدعو إليه القرآن والنبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك كانت الأئمة يرغبون الشيعة في ذلك الجهاد المقدس بإعلاء كلمة الحسين وإحياء أمره بأي نحو كان، بالرثاء والمديح والزيارة والبكاء، وفي مقابلهم بنو أمية كانت تقوم على كل أمر يؤدي إلى إماتة ذكر الحسين، ويمنعون من زيارته ورثائه والبكاء عليه، فمن وجدوه يفعل شيئا من ذلك أخذوه شردوه قتلوه هدموا داره إلى. إذن فمن كان يبكي على الحسين أو يرثيه أو يزوره في ذاك الظرف وتلك الشروط لم يكن فعله ذلك حسرة وعزاء وتسلية فقط، بل كان ماذا؟ كان تعبيرا عن الجهاد أمام الظالمين، كلمة حق، ولكن هذه الكلمة كل زمان ماذا؟ بحسبها. وأفضل كلمة الحق في تلك الأزمنة إعلاء ماذا؟ إعلاء رثاء الحسين، زيارة الحسين إلى آخره، بل محاربة لأعداء الدين وجهادا في سبيل الله مع ما يقاسونه من الجهد والبلاء والتشريد والتنكيل. فحق على الله، وهذا التعبير خلاف الأدب واقعا، فحق على الله، لا يوجد لأحد حق على الله مولانا. هذه من آثار المنهج المعتزلي الذي دخل أين؟ في تراث الشيعة. لا يوجد لأحد حق على الله، الجميع الله. يقول إذا جرى لأحد فلا يجري لأحد إلا جرى عليه إلا هو، كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة، فإنه يجري له ولا يجري عليه. لا معنى لأن يجري حق لأحد على الله. هذه قاعدة اللطف اللي داخلة في علم الأصول وعلم الكلام وهذه منشأها نظرية المعتزل على إلحو. أن يثيب المجاهد ذلك بأنه، ففي مثل ذلك الزمان لم يكن ليبكى على الحسين وينشد فيه الرثاء إلا كل مؤمن. وأما في زمان، التفتوا جيدا، وأما في زمان لا محاربة بين أهل البيت وأعدائهم كزماننا هذا، فلا يصدق على ذكر الحسين والبكاء عليه عنوان الجهاد. بينكم وبين الله، الآن في العراق مثلا عندما تقام الشعائر، أو في إيران عندما تقام الشعائر، كالشعائر اللي تقام في باكستان وتقام في أفغانستان وتقام في بعض دول الخليج، اللي بيني وبين الله احتمال 50% 70% أن المفخخات تفجرهم. الآن في العراق مع الأسف الشديد نفس الحال عندنا واقعا، كما أنه لو كان آمن الذي يشارك في عزاء الحسين في مكان آمن كالذي يشارك في عزاء الحسين وهو معرض ماذا؟ للمفخخات وللقتل وللتقطيع، أيمكن أن يكون واحدا هذا؟ ثم يقول كما أنه فلا يصدق على ذكر الحسين والبكاء عليه عنوان الجهاد، كما أنه لا يلقى ذاكر الحسين إلا الذكر الجميل والثناء الحسن، بل يأخذ بذلك أجرة همتي. مو بس ذكر جميل وتصفيق وطيب الله أنفاسكم والاحترام، فما بالك اليوم اللي كان يقرأ مولانا يخرج من المجلس وهو ماذا في الباب؟ ماذا؟ يعتقل ولا يعلم أين مصيره. فهل أن تعدد الظرف، التفتوا لي جيدا الآن، أنا مو بصدد بيان المصداق، فهل أن تعدد الظروف والشروط السياسية والأمنية وغيرها مؤثر في الثواب ودرجة الثواب أو ليس بمؤثر؟ أي منهما؟ فإن قلت لا فرق، هذا معناه عدم تاريخية السنة، وإن قلت يوجد فرق يعني ماذا؟ التاريخي.
من باب المثال ها، وإلا الآن قضية الحسين الآن نفس العناوين في كثير من بلدان العالم لها نفس العناوين، وقع عنوان الجهاد في سبيل الله، عنوان الوقوف أمام الظالم. ولذا أنتم تجدون نفس هذه القضية صارت منشأً، أعزائي التفتوا لي، صارت منشأً للسيد محمد علي القاضي الطباطبائي في تعليقاته على الأنوار النعمانية المجلد الرابع اللي بحسب الطبعة الموجودة صفحة 263 و64 و65، هناك بحث أعزائي، وهو أنه وردت عندنا روايات كثيرة تفضل زيارة الإمام الرضا على زيارة ماذا؟ الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، والعكس أيضا واضح، هناك روايات أخرى تفضل زيارة الإمام الحسين على زيارة من؟ على زيارة الإمام الرضا. سؤال، هل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ إذا جردناهما من ظروفهما فنقول متعارضان، إما هذه أفضل مطلقا في كل زمان، وإما هذه أفضل مطلقا في كل زمان ومكان. أما إذا نظرنا إليها بالتاريخية ومن سبر التاريخ وأمعن النظر يظهر له انقطاع زيارة الرضا في عهد أبي جعفر الجواد، والروايات الواردة في أفضلية زيارة الإمام الرضا على الإمام الحسين وردت عمن؟ عن الإمام الجواد، بما كان في ذلك العصر من خوف وشنعة من السلطان وفراعنة الزمان وعلى شيعتهم، ولذا كان زواره قليلاً، وكان لا يزوره في ذلك الزمان إلا الخواص من الشيعة. وقد ورد في حديثي سألت أبي جعفر عن رجل حج حجة إلى أن قال فأيهما أفضل، هذا الذي قد حج حجة الإسلام يرجع فيحج أيضا أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي الرضا فيسلم عليه؟ قال بل يأتي خراسان فيسلم. إذن هاي الروايات التي وردت بأنه عند الدوران بين الحج الاستحبابي وبين زيارة الإمام الرضا أن زيارة الإمام الرضا أفضل من الحج الاستحبابي بكذا 100 مرة 1000 مرة 1,000,000 مرة كما في كثير من الروايات، هل هي مطلقة أم أنها ماذا؟ ها؟ مقيدة بظروفها وزمانها، أي منهما أعزائي؟ هذه لابد أن تحل، وإلا تلزم هذه الشناعات التي أنتم تستمعون إليها في الفضائيات أن هؤلاء يرون أن الإمام أهم عندهم من التوحيد. لماذا؟ لأنه زيارة الإمام عندهم تعدل زيارة حج بيت الله الحرام 1,000,000 مرة، إذن أيهما أهم؟ مع أن الروايات واردة، ومن هنا يقول فلا منافاة بين الحديث المذكور في المتن وبين ما يدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين على الرضا وأفضلية زيارته على زيارته إذا خلت عن الاعتبارات الطارية والأحوال العارضة الموجبة للعناوين مما تقتضيه الظروف والأحوال وأوضاع الزمان وصروف الدهر الخوان. ومن هنا نعرف أن هذا لا يختص بزيارة الإمام الرضا. إذن القضية قضية الإمام الرضا لأنها صارت غريبة، إذن لابد ماذا؟ أن يحث الشيعة على زيارة من؟ فإذا صارت زيارة الإمام العسكري والهادي زيارتهم ماذا؟ غريبة، هو اللي يريد يزور العسكريين ها مخاطره أضعاف لمن يريد أن يزور الإمام أمير المؤمنين. فعندما إذا كان الإمام المعصوم حاضرا بيننا نقول له لمن نزور؟ يقول عليكم بمن؟ ها عليكم بالعسكريين، لا لأنه أساسا في نفسه زيارة العسكريين أفضل من زيارة ماذا؟ إمام الأئمة، أو أفضل من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا لا لا، لأنه ضمن ظروف خاصة أخذت عنوان ماذا؟ عنوان خاص.
شوفوا عند ذلك انظروا اشقد الفقه مالنا يكون ماذا؟ ها؟ يكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات الحياة. هذا كمثال دا أضربه أعزائي. يقول: وتستدعيه خصوصية الأزمان، فإن زيارته وقتئذ أفضل من زيارة من يفضل هو عليه وزيارته على زيارته. فما فضيلة زيارة واحد من الأئمة بمؤونة ما يضم إليها من الاعتبارات والخصوصيات الخارجة؟ لا منافاة بينها وبين أفضلية غيره عليه بالذات. فما فهمه المصنف يعني نعمة الله الجزائري كغيره من أفضلية زيارة الرضا على زيارة الحسين عليهما السلام مطلقا من دون تقييد، بعد هذا الكلام ماذا؟ ها؟ محل تأمل. والعكس أيضا كذلك، وما يقوله البعض من أفضلية زيارة الإمام الحسين مطلقا على باقي أيضا الكلام بما يظهر من مجموع الروايات. والعجيب أن هذا المعنى إشارات له وجدت أين موجودة؟ موجودة عند صاحب البحار. صاحب البحار اللي هو منهجه منهج حديثي وأخباري ولا يدخل هذه القضايا، بشكل واضح أشار إلى هذه النقطة في البحار أعزائي المجلد الثاني صفحة 39، صفحة 39، الرواية في باب فضل زيارة علي الرضا عليه السلام، كتاب المزار فضل زيارة الإمام الرضا، الرواية 26. قال: قلت لأبي جعفر: قد تحيرت بين زيارة قبر أبي عبد الله وبين قبر أبيك بطوس، فما ترى؟ فقال: مكانك. ثم دخل وخرج ودموعه تسيل على خديه، فقال زوار، التفتوا إلى التعبير، سلام الله عليهم، بيني وبين الله أعطونا الضوابط ولكنه نحن لم نتدبر في كلماتهم، قال: زوار قبر أبي عبد الله يعني الحسين كثيرون، وزوار قبر أبي بطوس ماذا؟ قليل. يعني الآن عليكم ماذا؟ ها؟ أن تزوروا أبي في طوس. فإذا انعكست المعادلة مولانا، صار زوار الإمام الرضا سنويا 30 مليون و40 مليون و50 مليون. بعد بيني وبين الله عندما تقول الغريب السلطان أبي الحسن، بيني وبين الله هذا الغريب بعلاقة ما الآن لو بعلاقة ما كان ياهو من هنا أعزائي. من الواضح أي غربة؟ الغربة الآن لأئمة البقيع، الغربة الآن لمن؟ ها؟ للهادي والعسكري. ولذا تعليقة العلامة صاحب العلامة المجلس صاحب البحار في صفحة 39 يقول: فإن بيان لعل هذا مختص بهذا الزمان، فإن الشيعة كانوا لا يرغبون في زيارته إلا الخواص منهم، فعلى هذا التعليل يكون في كل زمان، احفظوا هذه الجملة من العلامة صاحب البحار، فعلى هذا التعليل يكون في كل زمان يكون إمام من الأئمة أقل زائرا يكون ثواب زيارته أكثر. إذن الضابط لو سئل الآن أي فاضل من الأعزة، أي أستاذ من الأساتذة هنا، أيهما أفضل؟ زيارة من أفضل؟ بعد هذه تشخيصها بيد من؟ ها؟ تشخيصها بحسب الواقع أنه زيارة الإمام الحسين، زيارة الإمام أمير المؤمنين، زيارة أئمة البقيع، زيارة الجوادين، زيارة الهاديين إلى آخره، هذا كله عسكريين. إذن أعزائي هذا المثال أتصور من الأمثلة الواقع، وكم له ماذا؟ ها؟ نظائر، مئات بل الآلاف من النظائر فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالسلوك، فيما يتعلق بالثواب، فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق باللعن. ما هو؟ هل اللعن مطلق يعني أننا لا طريق لنا لإبراز البراءة من أعداء أهل البيت إلا بأسلوب اللعن،
أو أن هذا أسلوب أيضا تابع للزمان ماذا والمكان. التفتوا جيدا، ليصير خلط عند الأعزة بين البراءة اللي هو أصل قرآني وبين إبراز ماذا؟ إبراز البراءة. كيف تبرز البراءة؟ وجدتم أنه العلامة البهبودي ماذا قال؟ قال إبراز البراءة من بني أمية كان في ذلك الزمان إنما يكون ماذا؟ بإحياء الإمام الحسين وشعائره. هذا طريق، مو بالضرورة أنه تلزم السبحة تقول اللهم أول ثاني وثالث اللي الذي لا أصل له يكون في علمكم. هذا المقطع الموجود في آخر زيارة عاشوراء هذا لا أصل له، لعله إلى القرن السابع أو الثامن، أبدا ما بأصل. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن من ثم عن الأول كذا، هذا لا لا لا، هاي تتم غير ثابتة في زيارة عاشوراء. نعم أصل الزيارة ثابتة، اللهم لعن أول ظالم من ذلح حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على هذا، كله ما بإشكر. لا يتبادل، لا يخرج واحد من هنا السيد ينكر زيارة عاشوراء، لا لا لا، أنا مؤمن بالزيارة، ولكنه دا أتكلم ماذا؟ هذا المقطع الأخير اللي واقع عن عندهم بحث، فليبحثوا لنا ونشوف شنو القضية. إذن أعزائي خلوا ذهني، إذن هل هناك ملازمة بين البراءة وبين أسلوب معين في البراءة؟ الجواب لا، لعله في زمان هذه البراءة تبين بطريقة أليف وفي زمان آخر تبين بطريقة ماذا؟ بطريقة باء. هذا مقام الإثبات وإعلان البراءة، وقعا هذه من أهم مؤسسات ومن أهم وظائف المؤسسة الدينية، لابد أن يقول الآن كيف تتبرؤون من أعداء الإسلام، من أعداء مدرسة أهل البيت، من أعداء الرسول، من أعداء الله. هذا هو، ولهذا البحث واسع النطاق أعزائي، كونوا على ثقة. يعني نصيحتي للأعزاء، ما لم ينتهوا من هذه المسألة ليدخلون في عملية استنباط المعارف الدينية، أن التاريخية ثابتة أو غير ثابتة.